مطر زميله بالنجمه بالوقت يلي مطر الاخر مصطفى هو بين الخشبات ثلاثه عم يعطي التعليمات. سوني سعد ممكن يسدد من مسافه بعيده. سوني بيتقدم. سوني بيسدد. يا الله شوفوا مثله كل يوم. خرافي خرافي. تسديده تسديده رائعه جدا من سوني سعد. ما معقول مره صاروخ، ما معقول مره صاروخ ارجى وانفجر باعلى زاويته لمصطفى مطر. ما حدا سجل هيك هدف. واحد من اجمل اهداف دوري الفا اذا ما كان اجملهم. شو عملت يا سوني؟ شو عملت يا وش السعد على فريق الانصار من وقت وصولك؟ عم تسجل الاهداف بكل الالوان بكل الاشكال. سوني سعد شوت بوم جول. سوني رائع جدا رائع جدا من الاراضي الامريكيه الى الملاعب البيروتيه. يا سلام يا سلام يا سوني سعد. فعلا فعلا هيدا هدف ما بنشوفه كل يوم بملاعبنا اللبنانيه. فعلا نحن بحاجه لهيك اهداف وبحاجه لهيك لاعبين. ما راح قلكم المسافه، ما راح قلكم المسافه لاني عم استمتع فقط بالكره هي ورايحه الى الشباك. سوني سعد يا مجنون جننتني فعلا بهالهدف. يا الله يا الله ما لا تسديده. شوفوا بالاعاده شيء ما بيتصدق فعلا.